مقاولات فلسطينية لتوفير ضغط أوروبي على الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة داخل القدس الشرقية. لقاءات يجريها الفلسطينيون في الفترة الأخيرة مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية لإطلاعهم على مخاوفهم من عرقلة الاحتلال للعملية الديمقراطية وتحديدا داخل القدس المحتلة. نأمل أن يكون الدور الدولي واضح في هذه العملية من خلال حماية حقنا في الممارسة الديمقراطية لانتخاباتنا أمام صناديق الاقتراع وفي صناديق الاقتراع في القدس. هذه الدول عليها أيضا أن تبذل هذا الدور مبكرا. حتى الآن لم ترد إسرائيل على طلب إجراء الانتخابات في القدس الشرقية. بحسب الجهات الرسمية فإن هناك ما يزيد عن 200 ألف ناخب يحق لهم الاقتراع يعيشون في مدينة القدس المحتلة. لم تخلو الانتخابات السابقة من مضايقات وعقبات إسرائيلية، منها الحد من حركة موظفي لجنة الانتخابات في القدس والتضييق على الناخبين وفرض قيود على المرشحين وحملاتهم. المجتمع الدولي يجب أن يكون له صوت. الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس من ناحية، وعدم التعرض للعملية الانتخابية، وعدم ملاحقة المرشحين سواء خلال فترة الترشح أو مستقبلا. في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 صوت قرابة 6000 فلسطيني داخل مدينة القدس المحتلة موزعين على 6 مراكز بريد إسرائيلية، وذلك وفقا لاتفاقية المرحلة الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بخصوص الانتخابات. والآن يطالب الفلسطينيون بضرورة رفع محطات الاقتراع داخل القدس المحتلة إلى 18 محطة، إضافة لإعطاء ضمانات بعدم التعرض لحقوق المقدسيين جراء المشاركة في الانتخابات واحترام إسرائيل لنتائج الانتخابات وأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من القدس. 3 أشهر تفصل الفلسطينيين عن انتخابات تشريعية طال انتظارها، يؤكدون على أهميتها وضرورة إجرائها داخل القدس المحتلة. قد تسعى إسرائيل لمنع إجرائها داخل المدينة المحتلة بحسب مراقبين، في محاولة منها لتأكيد سيادتها التي تحاول فرضها بالقوة عليها. أحمد جردات، العربي، القدس.